هادوك الناس اللي كيدخلوا داك الفلوس ما كانوش كيصرحوا بهم، او هادوك ديال المحتوى ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك اللي كيبيعوا في الانترنت كانوا كيدخلوا اموال باهظه، ولكن ما كانوش كيأديو الضريبه. المهم هو انه 30% 30% خاصها تقطع من المنبع، يعني ما كاينش واحد انسان كيبيع يشري في الانترنت وما كيخلصش الضريبه. متتبعينا مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستضيف فيه الأستاذ محمد بن نونا، خبير في الحسابات محلف لدى المحاكم، لمناقشة المقتضيات الضريبية في القانون المالي 2025. ما هي هذه المقتضيات؟ ما أهميتها؟ أحاول أن نفسر انعكاساتها على المواطن. مرحبا بك سي بن نونا. شكرا سي عبد الحق على الاستضافة. يعني في البداية سي بن نونا نريد أن نعرف منك بدأ أولا الإطار العام الذي يأتي فيه مشروع قانون المالية 2025، وما الذي يميزه عن مشاريع القوانين المالية السابقة؟ طيب، مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو يرتكز على أربع أولويات. أولا تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالحفاظ على السيادة المالية والتحكم في العجز، بتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام في حدود 2025، وخفض المديونية إلى أقل من 70% بحلول سنة 2026. ثانيا دعم القدرة الشرائية ديال المواطن، وذلك من خلال تعزيز السياسات الاجتماعية من التأمين الصحي وما إلى غير ذلك. ثالثا الاستثمار والتنمية الترابية، يعني كتحافظ الحكومة على دينامية الاستثمار العمومي كمحرك الرئيسي للتنمية. وأخيرا التنمية المستدامة والطاقات المتجددة، كذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر من الأولويات الكبرى للبلاد. طيب سي بن نونا، إلا بغينا ندخل الآن الإجراءات الضريبية، وأنتم يعني خبير في هذا المجال كمحاسب محلف لدى المحاكم، كنشوفوا بأن الاهتمام يتركز على بعض النقاط الأساسية، مثلا تخفيض الضريبة على الدخل، وهناك تساؤلات حول انعكاس ديال هذا التخفيض. طيب، من بين التغيرات اللي طرات على الضريبه على الدخل، خصنا نعرفوا ان في 2019 في المناظره الوطنيه ديال الجبايات خرجوا بعض التوصيات اللي بدات الحكومه عام بعد عام كتدوزت الضريبه على الشركات في عام 2023، والعام اللي داز كان الضريبه على القيمه المضافه، وهذا العام كاين تغييرات على الضريبه على الدخل. فمن بين التغييرات اللي كاين هي مراجعه الجدول التصاعدي لاسعار الضريبه على الدخل. فكنشوفوا انه الشرائح ديال التعديلات الضريبيه، الشرائح ديالها اللي كانت معفيه الضريبه من 0 ل 30000 درهم ولات من 0 ل 40000، ويعني اللي عنده الدخل ديالو الخام ماشي الصافي الخام 6000 درهم انتي ما غادي يخلصش الضريبه على الدخل، ولكن باستثناء الـ 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 الاعزب او الارمل او المطلق. لان علاش؟ يعني اللي مزوج ولا غيستافد اللي مزوج ولا غيستافد، لان كاين داك التكاليف العائليه اللي كتحيد له من الضريبه على الدخل، لان هو بطبيعه الحال انه هو الضريبه على الدخل اللي عنده 6000 درهم كدخل خام، يعني 72000 درهم في العام، غادي يخلص 194 درهم، قول 195 درهم بالضريبه في العام. اذا كان عنده التكاليف العائليه 360، دابا التكاليف العائليه يعني مزوج نعم، غتنقص ديك ما يخلصش. اذا اللي ما عندوش التكاليف العائليه غادي يخلص داك 194 درهم في الـ يعني في الصف خاصو يكون مزوج باش ما يخلصش الضريبه. نعم داك. بالنسبه للدخول الاخرى الاعلى، هل ستستفيد من هذا التخفيض؟ الدخول الاخرى واخا مثلا نعطيك مثال واحد اخر، الانسان عنده 8000 درهم دخل كدخل خام مثلا 8000 درهم اللي هو مستوى عادي. نعم 8000 درهم في القانون الحالي، يعني 24 23 23 كان كيخلص ديال الضريبه تقريبا واحد 3500 درهم في العام. نعم بغض النظر على انه متزوج، يعني هذا نعد انه غير متزوج، متزوج او غير متزوج، غير متزوج. نعم. يعني 3500 درهم بالتعديلات المدخلة في هذا القانون إن شاء الله ديال 2025 غادي يخلص 1755 درهم، يعني الفرق ديال 180000 فرانك، يعني 1800 درهم اللي غادي يربح، اللي غادي يربح هذا اللي عنده 1800 درهم، اللي عنده 8000 درهم غادي يربح تقريبا 150 درهم في الشهر.
يعني اكثر من اللي عنده 6000. تماما. يعني هنا كتبان ان هذا البارم الجديد، هذا البارم التصاعدي هذا، كل ما كانت الاجره كتطلع كل ما كيستفاد اكثر. نعم نعم، اذا غادي تستفد منه اكثر الطبقه المتوسطه والطبقات تماماً. العليا من حيث العليا. الدخول بالضبط بالضبط. نعم. تماما. فيتم تطبيق هذه الخصومات على شرائح مختلفه من الدخل، يعني ما بين 40000 و 60000 غادي يكون واحد الخصم 10%، ووصولا الى حتى 30% حي غادي يوصل 100000 درهم. يعني اللي ماشي يكون عنده 100000 درهم في العام سنويا غادي يستافد بالخصم 30% من الضريبه. وكاين الشريحه الاخيره اللي كانت 38% اللي فوق، اللي عنده اللي كتقاضى الاجر ديالو او الدخل ديالو بصفه عامه، الدخل 180000 درهم يعني 15000 درهم في الشهر، غادي يكون قبل كان دابا حاليا كيخلص 130 غادي يخلص 37%. طيب بالنسبة لإجراء آخر يتعلق بالتعديل في الضريبة على الدخول العقارية، يعني ما مضمون هذا التعديل؟ طيب فيما يتعلق بالتعديل على الضريبة على الدخول العقارية، كاين واحد الـ واحد الإجراء طرحه دابا الحكومة، طرحته في هذا المشروع، أنه هو سوف يتم فرض ضريبة نهائية يعني إبرائية بنسبة 20% من على الدخل العقاري مع إعفاء الأفراد في تقديم التصريح سنوي إذا كانت الضريبة نهائية. خلينا نبسطوا هذه المسألة. يعني إذا كان عندك الدخل ديالك أكثر من 120000 درهم في العام، يعني كدخول العقارية أكثر من 120000 درهم في العام، يمكن تخلص. شو كنقصدوا بالدخول العقارية؟ الأكرية. أكرية. 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 عندك الديور ديالك مكريين كتخلص عليهم. نعم. اللي عنده أكثر من 120000 درهم في العام، يعني أكثر من 10000 درهم المدخول الشهري الكرائي في الشهر، كيخلص 20% وهي ابرائيه نهائيه، ما يدخلهاش سنويا. سنويا باش ما يدخلهاش في المداخل ديالو اخرى، اذا كان عنده التقاعد، اذا كان عنده اجور، اذا كان عنده شي دخول مهنيه، اذا كان عنده. وهذه سيبنوا لنا مساله ايجابيه. هذه مساله ايجابيه لان فيها الابرائيه، ما كتدخلكش ما كتجمعش في الدخول الشامل الشامل. نعم. اضافه الى اسمح لي قبيل، زياده في الخصم المرتبط بالتكاليف العائليه، حاليا كل فرد يعني المرأة أو الأبناء في حدود أظن 6 الأفراد كان 360 درهم في العام، دابا غادي تطلع ل 500 درهم. يعني إنسان متزوج بدون أبناء الضريبة شحال ما جات الضريبة غتحيد له 500 درهم، غتنقص له من ذاك الضريبة، فيعود 360. هذه شنو الضريبة؟ التكاليف العائلية، ماشي ضريبة، هذه التكاليف العائلية. هذا إجراء جديد؟ إجراء جديد، لا هو كان إجراء. نعم. كان اجراء كانوا كيوقع الخصم فيهم ديال 360 درهم، دابا غتوصل ل 500 درهم، غتزاد واحد 140 درهم في العام. نعم. طيب بالنسبه يعني هناك هذا المشروع تيحدث واحد الصنف جديد من الدخول الضريبيه اللي كتجي بناء على مسطره ديال الفحص، او يعني اللي كتقوم واحد الاجراءات الاداره الضريبيه كتفحص الدخول ديال بعض الملزمين وكيتبين لها بانه ما كاينش تصريحات حقيقيه، فكيفاش تتم هذه العمليه؟ فعلا هذا العام غادي سوف يحدث في هذا المشروع واحد الصنف جديد للدخول العقاريه، للدخول اسمح لي للدخول الخاضعه للضريبه على الدخل، هي الدخول التي يتم تقييمها في اطار مسطره الفحص. يعني واحد الانسان عنده مصاريف كثيره ولكن كيصرح بدخول قليله، مثلا نجيب لك مثال، الانسان شرى واحد العقار، شرى عمل سفر، سيارة فخيرة. سياره فخيره الى هذا، وشرى العقار، يعني خصو غير يبين ديك الفلوس منين جاو. نعم. حين كتمشي تشوف التصريح ديالو ديال الدخل كتلقاه اقل من المصاريف. نعم. فالاداره عندها الحق تعمل الفحص ديال مجموع الدخل، يعني بحال سيتياسيون دون المراجعه. مراجعه. مراجعه ضريبيه. نعم. اذا رأى الاداره ان السيد ما صرحش كتعمل له الحسابات ديالو كتفرض عليه الضريبه. وكان الشيء كان قبل. هذا الشيء دائما كان. نعم. دابا سوف يفعل. يعني كانوا ما كانش كيتفاعل في بعض الحالات كان كيتفاعل. انا بحكم خبير قضاء، يعني شنو الاليات باش غادي يفعلوا البونو؟ كيمشيو للبنك، المنبع المنبع كيمشي يقتطعوا ليه من المنبع، ماشي يقتطعوا، كيشوفوا له المعاملات ديالو التجاريه اللي عملوا الحسابات البنكيه ديالو، كيشوف الفلوس اللي دخل واللي خرج، خصو يعرف المصدر ديالو ملايين. نعم نعم. المصدر ديالو ملايين. طيب هناك اجراء ايضا مهم وجديد اظن، وهي ضرائب جديده على مكاسب العاب الحظ، و يعني كيدخل فيها حتى ما يتعلق، يعني كاين اللي كيقول بان كيدخل فيها حتى المداخل ديال الناس اللي كيعندهم قنوات في اليوتيوب، او كيدخلوا يعني من المحتوى اللي كينتجوه عبر الانترنت.
فما يعني شنو ممكن تشرح لنا في هذه الاجراءات؟ فعلا هذا العام هذا زادوا هذا الصنف هذا ديال مكاسب العاب الحظ النقديه او العينيه كيفما كان طبيعتها. فهذوك الناس اللي كيدخلوا داك الفلوس ما كانوش كيصرحوا بهم، او هذوك ديال المحتوى ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك اللي كيبيعوا في الانترنت كانوا كيدخلوا اموال باهظه، ولكن ما كانوش كيأديوا الضريبه. يعني خصو يكون مواطن كيأدي الضريبه ديالو بحال هذا، لان كيف كيأدي هذاك الاجر ولا داك الموظف خصو يأديها هذاك، لان داك المواطن خصو يأدي الضريبه. هذا الشيء قبل ما كانتش الدوله ماشي ما كانتش كتنتبه، ولكن دابا عاد دابا عاد قناته. دابا عملت في كل الاحداث واحد الالزاميه ديال الحجز من المنبع بنسبه 30%، اما مشكور من طرف هذاك الشخص اللي كيقدم داك المكاسب ديال الالعاب الحظ اللي كيؤدي اللي كيؤدي يقتطع 30% يعطيها للدوله نعم. او المؤسسات الائتمان والهيئات المعتبره في حكمها. يعني حتى الا كان عندك حساب بنكي مثلا، هذا صانع المحتوى مثلا عنده حساب بنكي في البنك، يعني خاص يمكن الاقتطاع من هذا الحساب مباشره. دابا الحقيقه الاجراءات غير واضحه، يعني هذا الشيء غادي يبان في من بعد ما يخرج القانون الماليه ويتعمل ديك لا نوت سيركولير ديال 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 الماليه، هي اللي غتكون هي غتفسر الاجراء كيف غادي يكون. المهم هو انه 30% المهم انه 30% خاصها تقطع من المنبع، يعني ما يمكنش واحد انسان كيبيع ويشري في الانترنت وما يخلصش الضريبه. نعم هذا ماشي معقول. نعم ايضا هناك اجراء اخر يتعلق ب الاقتطاع ديال الضريبه ديال الارباح من التعويض عن نزع الملكيه، يعني نشرح لنا هذه المساله. فعلا 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 احدى تعود واحد الالزاميه واحد الحجز من منبع ديال هذوك الاشخاص ولا الناس الملزمين ولا المواطنين والمواطنات اللي كتشي الدوله وكتعملوا بنزع الملكيه في اطار اما الاعتداء المادي او نقل الملكيه على حسب لمشاريع الدوله ولا المشاريع هذا، كتقطع لهم وكتدي لهم ذاك الارض ديالهم مثلا، كتخلصهم قبل. يعني القانون تفرض على تخلصهم. بالضبط كتخلصهم بامر يعني بقرار قضائي حائز على قوه الشيء المقضي به، يعني الدوله داتك الارض ديالك غتخلصك. مزيان هذوك الفلوس اللي كيشدوهم داك الناس ما كانوش كيصرحوا بهم، خصك تخلص الضريبه على الارباح العقاريه اللي هي 20%. دابا الدوله فرضت ان هذيك الهيئه اللي غتخلصك سواء الوزاره ولا الجماعه ولا هذا، هي خصها تقتطع من المنبع داك الضريبه 20%. يعني تعطيك المبلغ ديال التعويض، دابا هي كتقتطع الملكيه وتاخذ الضريبه. تاخذ الضريبه وكيبقى لك انت الحق ان انت تعمل التصريح ديالك وتشوف واش خدات لك بالزايد او بالناقص. اذا خدت لك بالزايد كترد لك، اذا خدت لك بالناقص كتكمل. يعني كنعرفوا مثلا هذه القضيه ديال نزع الملكيه كيكون فيها منازعات، وبين التقدير ديال القيمه ديال التعويض ديال الارض او العقار اللي هو المنزوع دائما تكون فيه منازعه ما بين المواطن. الان يعني الدوله غادي تعطي التعويض وغادي تخيل له الضريبه، لان هذاك الدخل. نعم هذاك الدخل بالنسبه للدوله. يعني انت بعتي بحال دابا نتكلموا بدون نزع الملكيه، انت عندك واحد القطعه على الارض بعتيها، نعم كتخلص الضريبه على الارباح، كتشوف الثمن باش شريتيها، كتضربها في المعامل ديال تحيين المعامل من السنه اللي شريتيها الى السنه اللي بعتيها، زائد واحد 15% ديال المصاريف، واللي كيبقى لك كتخلص على 20%. نفس العمليه. هذه العمليه هذه في نزع الملكيه ما كانوش الناس حين كيشدوا الفلوس مثلا من الدوله كيدخلوا في البنك يديوه، ما كانوش كيديروا التصريح. والجديد هو اقتطاع من المنبع. دابا اقتطاع من المنبع، بما انهم كيعملوا شي تصريح يعملوا اقتطاع من المنبع. نعم. وهذا الاجراء ديال اقتطاع من المنبع يعني كثر في الاجراءات ديال الضريبه. وكاين بالضبط دابا في السنوات الماضيه كان الاقتطاع من المنبع كان على الضريبه على الشركه، العام اللي داز على الضريبه على القيمه المضافه، دابا الضريبه على الداخل. واقتطاع لا تي في العام الفايت بدات لا تي في بدات في يوليوز بدات دابا، ولكن كاين مشاكل وكاين عراقيل، لان دابا الناس ما عارفينش كيفاش يقتطعوا. كاين اللي كتقطع له 75% وكتخلي له 25%، وخصو يجيب لك الشهاده الابرائيه. اليوم الاغلبيه ديال الناس ماشي سوبا غيغل مع الدوله، دونك ما كتعطيهمش الابرائيه الشهاده الابرائيه ديال هذا، وكيقتطعوا له 100%. السيوله ما كتبقاش الشركات، لان هذا اللي كان كيخلص الضريبه على القيمه المضافه في ظرف 3 شهور عاد كيخلصها في الاوتلوت، كان كيخلص الضريبه الاوتلوتيه، كانت كتبقى له واحد لا تريزوري، واحد السيوله كيقدر يتحرك بها. دابا ما بقاتش هاد السيوله، دابا الضريبه كتقتطع من المنبع، اذا كيدي غير الاوختاكس ديالو
كده التيفيا كتبقى ديال الدوله هي التيفيا الدوله هي شوف هي التيفيا بعدا شوف انا نمشي معك في الضريبه على الدخل الضريبه على الشركه الضريبه على الارباح ما كاين مشكل الا التيفيا التيفيا بالنسبه لي مساله جنائيه ديال الدوله ديال الدوله اللي كيدير يدو في في التيفيا كيدير يدو في الصندوق ديال الدوله انما اللي كيخلص منتظم كاين الناس كيخلصوا منتظمين يعني الا كنت 3 شهور كيخلص التيفيا ديالو انما كيقول لك انا ديك 3 شهور كتكون عندي داك السيوله كنقدر نتحرك بها كنبيع ونشري بها ونخلص الضريبه المشكل دابا الدوله شنو وقع ان داك السيوله كتبقى للشركه والناس ما كيخلصوش الضريبه عليها عملت هذا الاجراء ديال الاقتطاع من بعد انا في نظري اقتطاع مزيان ممتاز يعني الحكومه مشات في هذا الاقتطاع من بعد يعني هالناس هذا ولكن عملت واحد العبء على المكاتب ديال الخبره والمكاتب ديال المحاسبه اللي هي اللي خصها تعمل هذه الاجراءات مع الزبناء ديالها في الحقيقه انه هذا القضيه ديال هذا خص الفاعلين الاقتصاديين يكونوا على علم ماشي المحاسبين والخبراء وداك الشيء دابا المشكل الطمه الكبرى انه المكاتب المحاسبه هما اللي نزل عليهم هذا الثقل يعني اذا ما عملتي شي التصريح ديال الضريبه واقتطعتي المنبع وتعلم الزبناء ديالك انت هو المسؤول مع العلم ان ما كاينش شي كونتر بارتي على هذا الشيء هذا يعني ولاو المكاتب ديال المحاسبه كيعملوا الخدمه ديال اداره الضرائب سي محمد بنونا خبير المحاسب شكرا جزيلا لك على التوضيحات شكرا شكرا لكم سعد الحق متابعينا الى هنا ينتهي هذا اللقاء والى ملقاء اخر ان شاء الله